حقيقة الملتقي هذا شيء مهم احنا لينا كصحفيين وحتى المتتبعين، لانه احنا راني كل رولي واسط بين الهيئات والجمهور. نظن انه اليوم حان الوقت اللي تكون المفاهمة بين الهيئات والصحفيين باش يعطيوا المعلومات الصحيحة للجمهور. اليوم رانا دونز موند، رانا في عالم وين كثر الاشاعات، وين الجمهور راه يصدق كلش لانه ما على بالوش وين يدي المعلومه الصحيحه. ومالوريزمون ونضم روحي اليوم احنا كصحفيين، احنا تاني عندنا دي فوا مشاكل كبار باش نكونفيرمي وين انفورماسيون، وننساقوا دي فوا كما يقولوا مع الاشاعه باسكو ما عندناش امكانيات باش نفيريفيو المعلومه. نظن انه اليوم مع لي ريزو سوسيو مع كاع هاد الخلطه اللي كاينه في الاعلام وجب مراجعه الامر. واليوم اللجنه اللي خرجنا راح تكون اللجنه باش ندير ميثاق لهذا الشيء باش تعاون الصحفيين. نظن انه شيء جيد، شيء مليح لنا وراح يكون في الفايده تاع عامه الناس. اليوم انا كصحفي كي نواجه صعوبات في الميدان نتمنى نلقى اترافير اللجنه هذه يكون كما يقول لك ايكوت. اليوم الناس لازم الهيئات تسمعنا كي يلقاو عندنا مشاكل، لانه كي يكون عنده مشكل صحفي مش راح يدير واجبه كما يجب. زير تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.